نروحوا نركبوا الهاتف النقال، الايجابيات اللي عندنا شنو هي؟ الحاجه الاولى انك راحين لا كرياسيون دون فلوا. في الماضي كانت حوالي 4000 عامل اللي فقدت المناصب العمل تاعها غير في اطار الهاتف النقال. الحاجه الثانيه انه الاسعار راح تكون جد تنافسيه وتكون في متناول الجميع. الحاجه الثالثه انه يكون ميور كونترول لو برودوي ولا الهاتف النقال اللي راح يتحط في الجزائر. علاه؟ لانه هذا الهاتف النقال راح يخضع لسلطه الضبط اللي هي لاير بي سي يو، وين يسمى البو فاليدي انت البرودوي البو نو با فاليدي انت البرودوي. للاسف الشديد اليوم هاتف النقال اللي راه يتباع في الجزائر هو عباره عن هاتف اللي يدخل بطريقه غير شرعيه كما يقولوا الكابا، ولكن كابا باحجام كبيره كثير. وربما يعني للاسف الشديد ثاني نزيد نقولها انه الهاتف اللي راه يتباع في السوق المحليه ما فيه حتى ضمان، تخرجي من المحل اللي شريتي منه فقدتي الضمان تاعك. على هذا الاساس نتمنى ان شاء الله انه السلطات العموميه تعاود تنظر في هذا الشعبه، تعيد النظر في هذا الشعبه، وان شاء الله يعني تحط قانون اللي ان شاء الله يكون في مصلحه الاقتصاد الوطني.